من اليوم يا ظريفات بخلي حياتكم بالمدرسة جحيين. مش كده العاني شكل الموضوع مطول صح اقدر اخلي يومي تذنبكم عشان تحمون نفسكم بنفسكم زيي حماس يلا ابلا ابغى اروح الحمام تبغين تروحين الحمام لازم تهزميني اول لا خلاص ما يحتاج سروالي لوني اصفر اصلا انا ايش خلاني افتح نادي وادرب المبزرة يلا نبدا التدريب جيتوا بوقتكم يلا بسرعة روح اشتروا لنا من المقصف ولا بنفقع وجهكم ها خير ما تشوفين اشكالنا وملابسنا تغيرت معناها صرنا اقوى من اول فعلا تغيرت اشكالكم بس ريحة باطك ما تغيرت بالعكس الريحة اقوى شوفوا العصافير واقعة من السماء اما هذه الريحة مني وانا احسب في بالوعة انفجرة بالمدينة طول هالوقت المهم لو تنمرتوا علينا زيادة راح تندمون والله زي ما قلت ما راح نوقف لين آخر السنة أجل ما تركتونا خيار ثالث جاء الوقت نوريكم قوتنا الحقيقية إحنا فرقة الكيبوب حقة المدرسة بنطهر المدرسة من أشكالكم لا ترى أنتم وسختوها لأننا ناس طيبين راح نستخدم الموسيقى بدل العنف إيش قاعدة تقول ذي؟ لازم نتغدى فيهم قبل يتعشون فينا بس هالشي ما راح يوقفني لحظة وش جسمي قاعد يتحرك لا الأغنية مرة حلوة قاعد أركض غصبا علي الشعر الحديدي لمسيت شوي احلى فيلم شفته بحياتي حماس يا رب يخسرون كلهم لو قربنا منهم بنرقص غصبا عننا ولو صوبنا عليهم من بعيد الموسيقى بتصد الضربات جتني خطه وش يعني وش يعني قاعده اقول خطه لا حلو يلا نبدا ما توقعت اني راح استخدم هذا المضرب اليوم اجل ليش جايبته معك؟ ممكن تخليني اعيش جوي شوي ورثت هذا المضرب من اختي العزيزة بس اختك عايشة للحين ما توفت اها اي صح تذكرت شكرا على تخريب اللحظة جاء الوقت نوريكم قوتنا الحقيقية ادونا كل اللي عندكم يا شلة البزورة خلصت كرة السوق كلها ما قدرتي تهزميني استخدمت المضرب الثقيل سلاح أما بعيني ما انتقل لطيفة قومي بسرعة بلدنا أحتاج موسيقى في الخلفية كأني بسمح لك تغنين بهالصوت المعفن الفلقة الأسطورية كراعي بسرعة تعديني كراعي لو ضربوني يا ويلك فانا بعد كل اللي سويتيه تبغين تهربين؟ يعني شعر صحي أكيد دحين حيتنمروا على شلتي ويخلونا خدم عندهم أشهد أن لا إله إلا الله إيش هذا؟ ليش سابونا ومشوا؟ ما فهمت هي
يا غزر انتو، ما تناوين تتنمروا علينا؟ وليش نتنمر عليكم؟ احنا ما فينا عقد نفسية زيكم، عندنا حياة حلوة نبنعيشها. لحظة استني جد، احنا ليش اتنمرنا عليهم بالاساس؟ ايش كنا نستفيد؟ هل احنا جد معقدين نفسيا؟ ليش ما قلت لا لما إلا اقترحت التنمر؟ ايش السبب؟ لين سمعتهم يحشون فينا قبل شوي. هل كانت تكذب علينا عشان نكرههم؟ وحتى لو كان كلامها جد، هل هذا سبب كافي للتنمر؟ بنات، عندي مخططات كثيرة للانتقام منهم، بشوه سمعتهم وبدمرهم تدمير. أنا قررت أوقف التنمر خلاص، وراح أعتذر للبنات على كل حاجة عملتها. واو كالعادة، شيء متوقع منك تخونيني وتصيرين من أعدائي. إيش دخل الخيانة؟ إيش بك أنت تتلاعب فينا كده؟ كل مرة ما نسمع كلامك تحسسينا إننا أشرار. يكفي إنه كراعين اتكسرت يدها وهي تحميكي. إيه بس أنا عادي عندي أحميها. مرة ثانية حاولي تحميني للأخير، ما أول ما انكسرت يدك وقفتي مكانك. إيه صح المفروض إني ساعدتك. أنت تشوفي الناس أدوات عند، أما جاي مصلحتك. يا شيخة، تبيني أذكرك بموقفك الزبالة معي؟ سامحتك عليها؟ لحظة، أنا استوعبت حاجة، أنت صديقة سوء، خلاص أنا حطلع من الفرقة. أحسن، أطلعي وروحي اعتذري لهم، خلي يفشلونك، ويعرفي إن هذا آخر ما بيني وبينك. أحسن، ما أحتاج صديقة تتلاعب بمخي طول الوقت زي ما تبغى. شفتي كيف تضحين بصداقتنا عشان ناس غريبة؟ هيا كملي بالتلاعب حقك، أنا ماشية، ونصيحة يا كراعين، أتركيها قبل تندمي. أصلاً متعودة إن كل الناس تتركني، أكيد أنت زيهم بعد. لا، بكون صديقتك للأبد، لا تخافين. بنات، أبغاكم تسامحوني على تنمري عليكم، أنا غلطانة وأتفاهم لو ما قبلتوا الاعتذار. معلش، باب المسامحة مقفول حاليا. ما عليك منها، خلاص بنفكر بالموضوع ونقول لك. تمام، شكرا يا أمورات. إيه والله راحت اعتذرت لهم وما سمعت كلامي، أنا أوريها. كراعين، روح دفيها قدام البنات على الطين، خلي نفشلها ونطلعها على حقيقتها. لا حرام، هي صديقتي. بس هي قلبت علي وظلمتني، ليه كنت تتصفها بعد؟ لا، ما بي اختار بينكم لانكم كلكم صديقاتي. طول عمرك جبانة، انا بروح ادفها. يا اختي خلاص، هنمشي الموضوع، ما تسوى السالفة. لحظة، انت ضيفة الشخصية، تعلميني وش اسوي؟ صدق مالك فايدة باي شيء يا اغبى غبية، احمد ربك اني مصادقتك. طيب عاد نفشل فوزية بدالها او ندور حل ثاني؟ طيب عاد تطمن يا الغبية يا الفاشلة، يلا حتى جدوا الضرب حق الصبر ما تعرفينه. وصح، لو تدخلتي بعلم اهلك انك جبتي واحد ونص باختبار الرياضيات بالغش. حتى كل مرة يصير نفس الشيء، لازم اعاني عشان احد يحبني؟ لو سويتيها ثاني ترى ما راح اصير احبك. دايما مخيبة ظني بدرجاتك، شوفي أخوك أحسن منك. جبت مقاضي البيت ومقاضي الجيران بعد. أنت أكثر واحدة تخدميني عشان كذا أحبك. يلا روحي رتبي غرفة أخوك. بس عندي 12 اختبار بكرة. كالعادة ما منك فايدة. لا 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 خلاص. طيب ليش دايما أنا مضحي بكل علاقة؟ ليش دايما أخاف أقول رأيي عشان ما حد يكرهني؟ ليش لازم أدعس على نفسي عشان أحد يحبني؟ ليش حبي صعب كذا؟ زعلين يا جل؟ ها؟ بسم الله، وش ذا الغولة؟ توي أدري إن شركت معنا بالمدرسة. مهما حاولت أو عملت ما في فايدة، راح أظل بشعة. ليش أنت تدبك كذا؟ نحف أخيرا ما حد راح يتنمر علي. ياه وجهك كله حبوب، غسلي الله يقرفك. أعصابك، ترى أنا جايين المدرسة مو برايحين عرس. هل بنت مرة لحجية؟ متى راح يتقبلوني كل الناس ويرضوا عني؟ ليش تقردوا نفسكم معايا؟ ما تخافوا الناس يستهزئوا فيكم؟ والله الناس مهما تسوين، لو كنت ملكة جمال المجرة زيي بتتكلم وتطبطب وتدور الزلة. عشان كذا لا يهمونك، ولا ما راح تعيشين ابدا. واللي لازم تغيرين شكلك وتدعسين على نفسك عشان تعجبينهم، هذا اللي مو اصدقاء حقيقيين. ما بقي لي غيرك في هالدنيا، لا تتركيني. أبغى أصدق الناس يحبوني عشان روحي، مو بعشان يستغلوني زيك.
لا تقلبين عليه، ونقرب أعلم أهلك عن اختبار الرياضيات. لا تنسي تقولين لهم حتى العلوم جبت فيها صفر. البنات كل مرة يعلموني درس جديد، صاروا هم المدرسات وأنا الطالبة الحلوة الفقيرة اللي يحبها ولد الأغنياء. بس هالشي ما يمنعني إني أجلدهم. وسخت المدرسة، يلا كل واحدة 300 ريال. فوزية السماء قاعدة تمطر رجال. والله صدق أخيرا حلمي كله لتحقق. شكرا، لو تدربنا 100 سنة ما راح نقدر نهزم فوزية.